الى جهويه المجموعه النيابيه لحد العداله والتنميه اقليم الدريوش تواجد الفرصه لتحسين المواطنين لمختلف المواقع دي دريوش دي ميدار دي تافو دراب دي تفرثيت دي منطيب كما نسحس عن قرب المشاكل مثل تقليدا نلقى في تقريبا سنوات كي تحل العداله والتنميه عما يسحس اكثر هذه نجم النظام من قرب فنحن نظرى لاختلالات المخطط المغرب الاخضر زراعه الزيت وزيت فارسي نظرى لاختلالات على مستوى البنيه التحتيه نظرى تاخر المستشفى الاقليمي نظرى البنيه التحتيه والو نظرى غياب المشروع للتكوين المهني اللي يدري واش راه قاعد يفر فتغادي تجي الفرصه نكمل اللقاء الاشعاعي كالمناضلين للمواطنين المنطيب زي سنطاس نسجل ملاحظات نسن الاختلالات نسن الاسئله نسن خلينا نقل الجامعيه خلينا المنحه نحاول مره نترسيو البرلمان عبر اسئله كتابيه وشفويه ملتمسه للوزاره حما لتغيير الامر وشكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى القوري نائب البرلماني عن دائرة بركان. أولا أحييكم تحية عالية على هذا العمل ديالكم وهذه المواكبة ديالكم لهذه الأنشطة اللي هي أنشطة صراحة اللي باغي أن تصل إلى الساكنة أن تصل إلى الجميع. الحمد لله عبركم وبمجهوداتكم نشكركم عليها ستصل وس يعني يستوعبها الجميع. اليوم اقليم دريوش نقوم بواحد الحاجه اللي اساسيه ومهمه وهي القضيه ديال القافله. هي قافله ديال المسمح نعتبرها وهي كذلك تخص فقط غير جهه. كاين القافله الوطنيه ان شاء الله غتكون في اخر شهر مارس. هذه القافله هي اداه تواصليه نوعيه نتميز بها حزب العداله والتنميه. هي كذلك ماركه مسجله لهذا الحزب من خلالها كنتواصلوا مع الناس مع الساكنه تنسمعوا المشاكل ديالهم وفي نفس الوقت كنتبناوا الملفات ديالهم التي نترفعوا عنها على مستوى الوزاره او كذلك على مستوى الجهات اللي ربما قد يمكنها تتدخل في هذه الملفات. وكذلك يعني نعتبر ان هذه القافله هي واحد الحلقة مهمة في العمل ديالنا، البرلماني هو أننا تندخلوا تنمشيو الدواوير، تمشيو المداشير، تنمشيو كذلك أي مكان ربما لا يصله كذلك بعض النواب البرلمانيين وكنجلسوا مع الناس وتنسمعوا لهم. هذا ليس فقط للاستهلاك ولا ولكن لتبني هذه القضايا. والحمد لله جميع القافلات اللي فوتناهم إلا وتحركنا حقنا واحد النسبه عاليه اللي كتفوت واحد النسبه ديال 70% ديال المعالجه لبعض القضايا لبعض الملفات. لان وكذلك كنوجدوا من بين الملاحظات اللي كنوجدوا ان شي امور كطرح لنا وهي من اختصاصات الجماعه الجماعات الترابيه اللي هي اختصاصات ذاتيه ديال الجماعه ولكن كذلك تنديروا الجهد ديالنا باش يمكن نخلقوا واحد التواصل حتى داخل المجالس التواصل مع رؤساء الجماعات وكذلك على مستوى المجالس الاقليميه وحتى كذلك على مستوى مجلس الجهه باش يمكننا نوجدوا واحد الحل اللي ربما يرضي الجميع ونكونوا حنايا ادينا ذاك الواجب ديالنا وادينا الامانه ديالنا. اذا تحيه للاخوه جميع على هذه المتابعه ديالكم والمواكبه ديالكم. هذا واجب.